اشتغل وابتدأت المباراة لعبتين ثلاثة ترجع وراء اول لعبة الى ثابت البطل ربيع ياسين. اشرف ربيع ياسين ماشي ناحية شمال ربيع طويلة بنجاحها نمرة اربعة البياز ياخدها فريق المغرب ويلعبها ناحية الشمال برا اوت من طارق بن حمادة صدقي كان مع كريمو. نمرة ثلاثة لمريس ده اللي كان اتطرد وتوقف ماتش ادي عزيز بودربالة بيرفع برا اوت. لبواب الاستاد اتفتحت الساعة 3:30 جمهور مصر الحبيب جمهور كرة القدم مالي الاستاد 100,000 متفرج مع مصر. الكرة ربيع ياسين بيديها في النص ياخدها طاهر ابو زيد طويلة قدام الباك اليمين خليفة بتطلع لعزيز بودربالة ياخدها منه مصطفى عبده ورقص ويديها حلوة للخطيب والخطيب بيلعبها جوه بيطلعها نمرة 20 فضيلي اوت فضيلي الاوت هيرميها مصطفى عبده نمرة 7 لعبها اوام بره هتتعاد الاوت لان مصطفى كان اللي من الاوت ما فيهاش اوف سايد انت عارفينها لا بره لا 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 جامده قوي معلش طاهر جامده قوي الزاكي راح جاب الكوره وبديها لنمره 4 البياز للزاكي تاني الزاكي هياخدها ويخش خط الباكات عشان يمسكها طبعا ويا ملعب حميد نمره 14 النمره واضحه اهي الزاكي طويله قدام بتفوت من 8 خيري ترجع ورا الى ثابت البطل في فاول على مصر الحكم سباي جنبها عزيز بودربالة ونمرة 6 ظلمي وبتتلعب بيطلعها أمادة ربيع طويلة قدام ظلمي تاني برا عاود بتاعت مصر طاهر أبو زيد نمرة 12 أهي فنلته برا وربيع ياسين فنلته برا الآخر ربيع ياسين اللي هيرمي الأول لعبها لطاهر طاهر ماشي الكرة ما بتبعدش عنه تمام الحريف يبقى تملي كده خطيب اشرف قاسم اداها ما اداهاش الخطيب اداها الى علي شحاتة طويلة الخطيب لعبها وشوطة من بعيد برا اوت لكن الخطيب بيسقف ويقول له لا طاهر ابو زيد الزكي التصوير دي كلها عشان زكي بيهدي اللعب بيمتص حماس ال100,000 هنا وال50,000,000 اللي مستنيين النتيجة مصر عدد سكان مصر 50,000,000 على الأقل 25,000,000 منهم بيتفرجوا على الشحاتة برا اوت عدد سكان المغرب 21,000,000 نمرة 3 لمريس نمرة 8 خيري ولمريس عزيز بودربالة ماشي بيخش عليه نمرة 6 طبعا اشرف قاسم يديها ناحية اليمين طويلة عند عزيز بودربالة اوت من عزيز بودربالة اوت احنا عارفين مصر كسبت الكاس دي البطولة دي 57 وخدت أول كاس كان مقدمه المرحوم عبد العزيز عبد الله السالم رئيس الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت الوزير الزراعة السابق
وخدناه سنة 59 ايضا، خدنا البطولتين. ونمرة 8 خيري بيلعبها قدام، ياخدها محمد عمر ويطلع قدام محمد عمر ويدي على بالك بقى، على بالك على بالك على بالك يا حبيبي، يا 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 جنب الخشب. جمال عبد الحميد كورنر، كورنر جمال عبد الحميد، فرصة كبيرة، فرصة كبيرة، معلش فرصة كبيرة، كورنر. مصطفى عبده كابتن الفريق اللي انت شايف العلامة الصفراء على دراعه، لعبها صغيرة وخدها تاني ولعبها بالعرض. فاتن محمد طويلة قدام بيمسكها جول زكي، طويلة عزيز بودربالة بيجري، بيجري عزيز بودربالة مش سايبه على الشحاتة، بيزقه على الشحاتة وقع في الأرض. وبرافو يا علي، برافو يا علي، سبعه. وطويلة لمصطفى عبده بيسيبها نمرة 5 بو يحياوي وياخدها بو يحياوي ويطلع يديها الخيري فاضي نمرة 8. عزيز بودربالة 10 بيغيروا محلاتهم حلو قوي، وبيلعبها بالعرض جميلة، وبيلعبوا كرة شاملة ترجع ورا لخليفة والبياض، بياخدها بو يحياوي، بو يحياوي إلى نمرة 6 ظلمي، وظلمي طويلة للوينج اليمين. ربيع ياسين بيجري عليه، بيحل عليه ربيع، ربيع لسه بيحل عليه، بيحل عليه ربيع زي ما احنا شايفين، شاطها ربيع جت فيه وطلعت منه تبقى بتاعت ربيع مظبوط. اتلعبت اوام، فاول في صالح مصر على خط السن. مجدي عبد الغني واشرف، اشرف اللي هيشوط، شاطها طويله قدام قدام، بيرجعها الديفنس، بياخدها ظلمي ويلعبها على يمينه، طويله قدام نمره 9 كريمو، كريمو كريمو بيحل عليه، يرجعها ورا كريمو للباك بتاعه خليفه، خليفه بيلعبها بالعرض عند بو يحياوي نمره 5، بو يحياوي يلعبها الى ظلمي نمره 6، وظلمي بيلعبها حلوه لعزيز بودرباله، فاول على مجدي عبد الغني، خدها من 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 عزيز مجدي، لكن الحكم ادى فاول لعزيز بودرباله. ثلاثه لمريس، سابها لمريس لبو يحياوي، راح له عزيز بودرباله ما ادالوش ولعبها طويله قدام، راح ثابت بتنط، ومحمد عمر وثابت فضلوا مستنين لاخر وقت لحد الجمهور ما زعق، قال ايه، مسكها ثابت ولعبها تنط، ومصطفى عبده بيشترك، ياخدها مصطفى عبده لكن بياخدها تاني فريق المغرب، وديها ربيع ياسين، ربيع ياسين مع خيري، ياخدها ربيع ويخش بيها الاوت، تبقى بتاعت الباك اليمين نمره 2 خليفه اللي رايح يرميها دي. جمال عبد الحميد اهو رايح يمسك الوينج، ونمرة 20 رايح له فاضل لي، ترجع للزكي. على ساعتي انا فات 8 دقايق ولازالت النتيجة التعادل 0-0. علي شحاتة، جمال عبد الحميد بعيد الخطيب، فاول لكن في صالحنا، الكره ماشيه في صالحنا، الادفانتج رول اداها، خليفه بيجري ورا الكره ويلمها ويديها في النص الى فضيلي، وفضيلي على شماله العزيز بودرباله، وعزيز بودرباله قالوا كريمي على شماله، كريمي كريمي بيرقص يقع في الارض، والحكم مدي فاول سفاي من اثيوبيا. ظلمي، ظلمي لمريس رايح له بيجري، ادي انت شايفه ما ادالوش، وظلمي لعبها قدام خيري، ترجع لورا، يشوط هيشوط هيشوط، بيرف بينط علي علي شحاته، مصطفى عبده طويله قدام جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد بره، كورنر كورنر، برافو يا جمال، اشتراك خلى
جمع أربعة البياز وداها كورنر. الكورنر من ناحية مصطفى عبده، البياز هو اللي حاطط على دراعه العلامة، هو الكابتن، ومصطفى عبده حاطط العلامة هو كابتن. بشماله مصطفى عبده، حلوة في ايد البياز على طول. على يمينه، حلوة حلوة حلوة. يلا اوت، خطيب اوت. الزكي كل دور يروح يجيب الكرة وما يخليش الاولاد اللي ورا يدوا له الكرة، هو ده بيروح يجيبها، والجمهور يصفر. الزكي بيحطها وهيرجع يشوط، سابها الباك، والباك هو اللي شاط. كريمي وعزيز بودربالة، عزيز بودربالة طوع ناحية اليمين، ناحية اليمين، وبيلعبها كورنر، بيلعبها يطلعها مجدي عبد الغني كورنر. لكن مجدي كان وياه، وطبعا احنا عارفين عزيز بودربالة لعيب كبير وما تسيبوش، وعشان كده مجدي ما سابوش. الكورنر من ناحية اليمين، الدور اللي فات كانت لنا من ناحية اليمين مصطفى عبده، الدور ده للمغرب، وعزيز بودربالة اللي لعبها، وفيها سكرو حلوة وبتقع من ايد ثابت البطل. كورنر تاني الناحية التانية، وقعت من ايد ثابت لكن الديفنس غطى. الكورنر دلوقتي من ناحية الشمال، وهتلاقي الله، انا شايف عزيز بودربالة بيتقل عشان يلعبها. الدور اللي فات لعبها فيها سكرو، الدور ده عزيز بودربالة هيلعبها، اهو نمرة 10 فعلا بيميله وهيلعبها. بتتلعب وترجع ورا بره اوت. عزيز ثابت البطل. ربيع ياسين لسه مع ربيع، العب يا ربيع، عاوز يلعبها تتقطع وتروح لمحمد عمر. محمد عمر بيدي علي شحاته، وعلي شحاته هيديها لمجدي عبد الغني، حلوه مجدي عبد الغني فوتها ومشي مجدي، وبيلعبها اوفر هناك، بس في ايد الجول اكتر منها في ايد جمال عبد الحميد. معلش اهو جمال عبد الحميد وياه نمره 14 والزكي، انما كانت حلوه من مجدي عبد الغني ما فيش كلام. ثاني مجدي داخل، بتتلعب تسيبوها، هيسيبوها الديفنس، محمد عمر خدها ما رضيش يسيبها، لا هو ولا حماده صدق وفرح حرصنها، خدها محمد عمر ولعبها لمجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني لعبها الى طاهر ابو زيد، وطاهر ابو زيد حلوه. ما فيش حد راح، عاوز يديها لعلي شحاته تطلع بره اوت، والاوت بتاعت المغرب، ويلعبها لمريس، لمريس لعزيز بودربالة، ياخدها اشرف قاسم، اشرف قاسم ويديها للخطيب، يقع الخطيب والفاول في صالحه، فاول طاهر ابو زيد. الخطيب وطاهر، الخطيب و فاول هانز، فات على ساعتي انا حوالي ربع ساعة، والنتيجة او 13 14 دقيقة، والنتيجة اللي زالت 0-0. عزيز بودربالة بره اوت، الاوت بتاعت المغرب، اتلعبت اوام للمريس، بيلعبها اشرف قاسم، تروح لظلمي، سيبها سايبها سايبها، في فاول وفي اوف سايد. 14 دقيقه فاتت يا دي، انت شايف، يبقى لا زالت النتيجه 0-0، وفاول على مصر في أربعة هناك، عزيز بودربالة ولمريس ولمريس، وهنعرف قدام في خيري وكريمو. عزيز بودربالة اللي هيشوط، عزيز بودربالة اللي هيشوط، عزيز بودربالة شاط في ايد ثابت البطل على طول.
وانسابت للبطل على طول. هيعيد تاني، هيعيد تاني الحكم، رفع ايده الاوفسايد، فيه اوفسايد، فيه اوفسايد. اوفسايد في صالح مصر، وفات ربع ساعة من الشوط الأول في الدور قبل النهائي. واحد يقول طيب دول دور لغاية دلوقتي، أيوة اللائحة بتقول في الدور قبل النهائي لو طلعوا متعادلين يلعبوا وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، إن طلعوا متعادلين بعد الوقت الإضافي يلعبوا ضربات الجزاء اللي مرجحة. أنا شايف طاهر أبو زيد هناك والخطيب هناك و مجدي عبد الغني هناك، التلاتة هم التلاتة لازم يبعد اللاعب 10 ياردات، ما استناش لما يبعد. علي شحاته بيرقص، حلو، العب بقى، العب بقى، العب بره، العب بقى، اوبا يا 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 يا. قرر، حلوة حلوة حلوة، البياز انقذها 2-4. كورنر من ناحية اليمين، طاهر أبو زيد اللي هيلعبها بشماله، لعبها بيطلعها الديفنس، وعزيز بودربالا بياخدها ويجري يدوها تاني لطاهر أبو زيد اللي كان بيشوط الكورنر، يديها على يمينه لحالي شحاتة وبره، كبرة يا 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 يا. فرص كتيرة قوي بتروح من قدام الجول، العاب علي شحاته دي كلها اللي بتتلعب في الوسط. ربيع ياسين ومصر ضغطه، لعبتين دلوقتي يفوتوا قدام الجول، كان اي نفخه تخش جول. ربيع ياسين تفوت ياخدها ظلمي، ترجع ورا لنمره ثلاثه لمريس، لمريس الى الزكي، الزكي على يمينه لخليفه، ثاني للزكي. بقول لك مصر ضغطة، ادي انت شايف من زكي للمريس للباك، للزكي للباك تاني، مصر ضغطة، وشفنا لعبتين حلوين قوي، والديفنس بتاع المغرب طلعهم حلوين قوي، مجدي عبد الغني حلوة اخرى قوي. يلا الاشرف، واشرف الى الخطيب لمصطفى عبده، مصطفى عبده تروح للمريس الباك الشمال، فاول، فاول على مصر، فاول على مجدي عبد الغني. طبعا عزيز بودربالا تملي حاطط الركبه دي، انت عارف يعني هي هي فاضيه من ورا ومن قدام، ما فيش حاجه ابدا، لكن دي يعني عادته عشان اي حاجه يقول لك فاول، واي حاجه يعني كل الناس عارفه. الخطيب رايح يقف قدام الكره، والخطيب راخر زي دوكها، ما هو لابس ركبه، الخطيب عندنا النجم بتاعنا لابس ركبه، وطبعا الركب دي انتوا عارفين غياب ابراهيم يوسف عشان ركبته، مصر تفتقد ابراهيم يوسف النهارده طبعا. نمره 6 ظلمي، سابها لبو يحيى بيطلعها ده بره بره فوق، ها من لمريس لعبته فوق الخشب، ثابت البطل. تمنتاشر دقيقة فاتت ولا زالت النتيجة تعادل. تاني بياخدها، هيلحقها علي؟ هيلحقها؟ لا، بتاعته، بتاعت علي شحاتة، علي شحاتة، الخطيب، الخطيب بيسحبها حلوة ويفوت من ضمن اثنين ويلعبها إلى طاهر، تروح وياخدها فريق المغرب، وماشي من ناحيه اليمين، ماشي من ناحيه اليمين، ماشي، وكريم وجوه، كريم اهو، كريم وفي وسط ثلاثه بيطلعها الديفنس، كورنر، كورنر، محمد عمر الديفنس بتاع مصر بيطلعها كورنر، سابها نمره 8 اللي هو خيري لعزيز بودر بلع، اهو عزيز اهو اللي كان واقع وعامل رجله يعني بتاع تمام سليم اهو، مفيش حاجه ابدا، محترف وحركات محترفين. عزيز بودربالا لعيب كويس قوي بيلعبها، منتهى الخطوره اللي في الدنيا، منتهى الخطوره اللي في الدنيا، فاتت راحت قوي،
عزيز بودربالا لعبها كورنر حلو قوي، راحت ثابت لربيع ياسين الى اشرف، اشرف الى مجدي عبد الغني، ماشي ماشي مجدي، لسه ما لعبش، لسه ما لعبش، لعبها ورا الى حماده صدقي، حماده صدقي الى اشرف، واصل طويل قوي، على مالك بقى، على مالك بقى، هوبا 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 هوبا. يا جمال يا عبد الحميد، يا جمال يا عبد الحميد، يا جمال يا عبد الحميد، ما اقدرش اقول اكتر من كده. شوف الاعاده دي، شوف الاعاده، شوف جمال فين، شوف جمال فين، وشوف الجول فين، شوف، انا مش هتكلم، اهو اهو اهو، شوف جمال، ادي خط الست ياردات، وادي الجول، زكي طالع عليه لحمه، لما طلع عليه حب يلعبها من فوق، زكي قام لعبها من فوق الخشب. مجدي عبد الغني الى علي، لسه لسه في ايد الزكي، في ايد الزكي، ياخدها فريق المغرب ويمشي ويمشي، انما ماتش سريع وماتش كويس، وفي كره من ناحيتين من احسن الماتشات اللي تم. محمد عمر ليه جاي يديها لمجدي، خدها اداها لعزيز بودربالا، مجدي مش سايبه، مجدي مش سايبه، اداها على شماله الى نمره ثلاثه لمريس، ولمريس بيلعبها بالعرض، بيطلعها فريق مصر كويس، وربيع ياسين بيجري بيزق، فاول في صالح ربيع ياسين طبعا. على سليماني نمره 11 تتلعب لطاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد ماشي بيرقص حلو قوي، وماشي وماشي، ولعبها بالعرض لمجدي عبد الغني، فوتها لعلي شحاته، علي شحاته مش لحد، مش لحد، هترجع تاني لمصطفى عبده، سابها اوت هوشه، والاوت بتاعت علي شحاته فاتت 22 دقيقة ولا زالت النتيجة التعادل، مصطفى عبده ما ياخدهاش، مصطفى يرجع ياخدها تاني، يرجع ياخدها مصطفى، لسه وياه اثنين وبيشلق، فاول، فاول في صالح مصطفى، الحكم ادى الفاول، ومصطفى عبده هيلعبها احسن من كورنر، لمريس واقف يضايقه، لازم يبعد 10 يردات لمريس، اتلعبت ولا وفاتت، يلا يا ربيع، يلا يا ربيع، هوبا لا فوق، عالي 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 عالي، البياز أطاله الزكي عشان البياز نمرة 4 هيلعبها، سابها البياز والزكي اللي هيلعبها، لعبها الزكي بشماله، مجدي عبد الغني يرجع ياخدها، مجدي عبد الغني ياخدها، مجدي ويمشي كويس، ويمشي كويس مجدي كويس، ويلعبها على الأرض، ترجع له تاني، ترجع له لعب تاني، بيرقص وعزيز بودربالا بيخش عليه، بيديها الخطيب، والخطيب بيلعبها طويلة، خدها الباك، خدها الباك، وياخدها تاني الخطيب، فاول مصفر الأكبر، البياس هيلعبها صغيرة إلى خليفة، لا ده بودربالا، عزيز بودربالا نمرة 10، فاول فاول فاول، شنكلة، سيب الحكم ما تروحلوش، ما تروحلوش ابدا يا مجدي يا عبد الغني، ما تروحلوش، سيب ستيفاي انت العب بس، ضياء ظلمي شوطه من بعيد في ايد ثابت البطل على طول، بيمسكها كويس ثابت من سليمان، علي شحاته بياخدها من ثابت البطل ويمشي، علي شحاته ترجع الى خيري، لسه مع خيري بيلعبها، تتصد في ظهر لمريس وتروح اوت، علي شحاته عين من الاول بتاعت مصر، لعبه طويله، طاير ابو زيد بيسندها، تطول تطول تطول، بيو يحيى، بيو يحياوي
نقلتين ثلاثة العزيز، شوف عزيز بيروح فين هناك، الباك بياخدها خليفة يرجعها للزكي. على ساعتي فات 25 دقيقة من الشوط الأول، ولا زالت نتيجة التعادل بين مصر وبين المغرب. المغرب بتلعبها طويلة قدام، بيطلعها حمادة صدقي بره أوت. خليفة هيرمي الأوت، باك اليمين بتاع المغرب رايح لظلمي، جري ما ادالوش، وعزيز بودربالا بيزق الفاول عليه، عزيز بودربالا الفاول عليه ضد حمادة صدقي كان الفاول. عزيز بودربالا اتلعبت من محمد عمر لحمادة صدقي لمجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني ماشي ولعبها لاشرف قاسم، بيكتر بيمشي اشرف ويسيبها لمجدي وياخدها اشرف تاني ورأس واحد والتاني، ولا سبقته خلاص، سبقته هيسيبها علي شحاته تروح اوت بتاعت مصر. اهي الاوت بتاعت مصر فعلا، وعلي شحاته هيلعبها للخطيب وراه مصطفى عبده، الاثنين بيلعبها الباك تروح للخطيب لعبها بدماغه، بياخدها الزكي ياخدها مجدي عبد الغني، الخطيب بتطول ياخدها اشرف قاسم وتطول حماده صدقي. حلوه الربيع ياسين، حلوه قوي، فاضي اهو ربيع زي ما انت شايف، هيلعب اوفر اهو، استنى ولعبها صغيره لاشرف، واشرف طويله حلوه لعلي شحاته، علي شحاته هيلعبها في النص. فاول على الامريس اللي كان موقوف قبل كده، الحكم طاهر مضروب طبعا، وعلي شحاته رايح طمن عليه. الامريس اللي ضرب اهو، هو اللي نايم في الارض ده، الامريس هو اللي ضرب. الخطيب ماسك الكرة و الوقت ده طبعا انتوا عارفين احنا قبل كده كسبنا الكاس ده 57 و59، اللي كسبته اثيوبيا 62، غانا 63، 65 غانا، كونغو 68، السودان 70. لمريس طالع بره، لمريس طالع بره، لمريس هو اللي دخل ضارب وهو اللي طلع بره، وطاهر ابو زيد قام الحمد لله سليم. خيري هو اللي طلع نمرة 8. طبعا دول 10 ياردات لازم يرجع، هو بيرجعهم صفايح بيحذرهم انه يقدر ينزل. الخطيب اللي هيلعب اهو، عاوز يلعبها ربا بقى يا طاهر. ربيع في السماء. الخطيب وقع في الارض سليما ان شاء الله. قوم يا خطيب، ماسك ركبته الشمال اللي مربوطه، قام الحمد لله. لسه احنا خيري نازل اللي كان اتعور وطلع نمره 8 لما ضرب طاهر ابو زيد، اهو نزل اهو خيري نمره 8 نازل خيري، والخطيب قام الحمد لله. وعلى ساعتي فات 29 دقيقة، و مجدي عبد الغني الى مصطفى عبده، طويله يا مصطفى بره اوت. شوف ماشي ازاي الجول الذكي بينرفز المتفرجين، والمتفرجين بتصفر على ضياع الوقت. الزاكي كابتن المغرب
فات نصف ساعة وباقي من الشوط الأول وباقي ربع ساعة والنتيجة لازالت التعادل. بيلعبها مصر ما ترجعش ورا. صح 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 جدا مجدي عبد الغني بتاعة المغرب. راجع مجدي اهو خليفة بيلعبها ورا هيرفع هيرفع بره في ايد فاول في صالح مصر وبيقول له ليه ليه الظلمي وعزيز بودربالة هناك الخطيب وراه مجدي عبد الغني واشرف قاسم قدامه لسه لسه مع اشرف ربيع طويله في النص في ايد زكي على طول تريحه حلوه وخيري بيقع في الارض بياخدها مجدي عبد الغني ويديها لمصطفى عبده مصطفى عبده هوبا هوبا لعبة جمال عبد الحميد زي اللي جابها يوم ساحل العاب يوم اخت بتاع ساحل العاب من مصطفى عبده ليه هو وخدها على طول يا سلام يا سلام يا سلام لا زالت النتيجة التعادل بين مصر والمغرب. البياز طويلة قدام نقلتين ثلاثة حلوين و حمادة صدقي بيرقص حلو ويديها قدام بثقة وترجع له ويرقص ثاني يخش بيها الاوت لسه حلوة يلعب لواحد مجدي عبد الغني ورا مجدي عبد الغني ورا محمد عمر محمد عمر العالي شحاتة مصر بتنقل الكرة ماتش العموم حلو جدا من احسن الماتشات اللي اتلعبت في الدورة مفيش كلام لمريس بيرقص مصطفى عبده يخش حلوة حمادة علي شحاتة مصطفى عبده سيبها بره حاول العبها اوام العبها اوام العبها اوام هوبا بقى هوبا صاروخ من خطير صاروخ من خطير صاروخ مصطفى عبده اداها له صاروخ من خطير الزكي برافو يا خطيب برافو يا زكي لعبه شوطه حلوه قوي والصده احلى واحلى الاثنين حلوين الاثنين حلوين مش بقول لكم الماتش كان في العارضه كان في العارضه الظاهر هنشوف الاعاده اذا كان في اعاده الكورنر طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد انا افتكرت الزكي اللي شاطها بيقولوا جت في العارضه هنشوف الاعاده اذا كان فيه يلا بقى هوبا اي فلتت من ايد الزكي وبعدين رمى عليها نفسه صدها على مرتين صدها على مرتين بتاعت طاهر ابو زيد مصر ضاغطة جدا 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 والابطال بتوع مصر عاملين ماتش كبير قوي والمغرب بتلعب كرة حلوة اي نعم بس مصر ضاغطة مصر ضاغطة وشفنا اللعبة اللي جت بتاعت الخطيب واللعبة اللي قبليها بتاع جمال عبد الحميد واللعبة اقول ايه ولا ايه ولا ايه مجدي عبد الغني علي شحاتة حلو قوي يا طاهر هوبا هوبا بيضرب طاهر ابو زيد يحياوي قاصد جدا الزكي كل المغرب راجعين ورا ال 11 لاعب بما فيهم الزكي وكريم وكله ورا اهو الزكي
دقيقه اهو كريم اهو ال 11 لاعب بتوع المغرب ورا في ضغط من مصر فظيع، الكره جوال، عاوزين جول. الخطيب ومجدي طويله قدام، مفيش حد ابدا قدام، عشان كده محمد عمر اللي انت شايف لوحده خالص اهو، اهو لوحده خالص خالص خالص، هيطلع وهيديها الى حماده صدقي، وحماده صدقي العالي شحاته وصلت للسنتر وتزكي وياه، اداها لمجدي عبد الغني مصطفى عبده طلعها منه قوي، طلعها بتاعت مجدي حلو قوي، لمريس طلعها قوي، مصطفى مصر ضاغطه وبتلعب كوره حلوه 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 حلوه. كورنر كورنر بلنتي بلنتي كورنر كورنر جريوا لعيبتنا وقالوا عاوزين بلنتي، قالوا لا كورنر. مصطفى عبده ياخدها الزك عزيز مدربالة، عزيز مدربالة بيجري 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 وياه، برافو 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 يا حماده صدقي، برافو يا اشرف. اوف سايد، عزيز مدربالة لسه ما قامش باللعبه اللي خدها منه حماده صدقي، جميله، ماتش كبير قوي، لكن الضغط في صالح مصر جدا جدا جدا. حماده صدقي الخطيب راجع لورا ياخدها، الخطيب راجع لورا ياخدها ويلعبها قدام، بترجع ورا لاشرف، يسيبها الربيع ياسين، يسيبها الربيع ياسين، ربيع ياسين الخطيب بيقول له هات، ترجع مجدي عبد الغني بيحاول يغطي، وسليماني هناك ترجعها ورا، يرجعها ورا ويحيى، ظلمي 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 الى لمريس، لمريس بيلعبها قدام كريمو، يلعبها حماده صدقي الى اشرف الى طاهر ابو زيد، حاسم طاهر ابو زيد لاشرف، بيديها تاني للطاهر، بيقع طاهر في الارض وتروح الكوره. بو يحياوي بو يحياوي نمره خمسه، بو يحياوي بيدعى للزكي، الخطيب وياه، طويله ربيع ياسين، عزيز بودربالة، خيري خيري كريمو، هتروح امسك امسك يا ثابت، ثابت البطل، لعبة حلوة قوي. طاهر ابو زيد الخطيب اديله، خد ده الخطيب فعلا، الخطيب طويلة قدام جمال، جمال عبد الحميد مشي بيها كويس، الظاهر طلع بيها الاول، الظاهر طلع بيها الاول، خليفة والزكي، الزكي على ساعتي باقي 7 دقايق ونص على انتهاء الشوط الاول، ولا زالت النتيجة التعادل بين الفرقتين، كل فرقة بتأمل انها تلعب في الفاينل يوم الجمعة اللي جاي مع طبعا الكاميرون، لانها غلبت 1-0 كوت ديفوار. هيشوط من بعيد، ما تخليش يشوط، وهات وخد، حلو قوي، برافو برافو يا علي اشحاته، برافو ثابت البطل، بايده راح المصطفى عبده، بياخدها ياخدها مصطفى عبده، راح اوت بتاعت مصطفى علي شحاته، ومجدي عبد الغني جاي له، خدها مجدي عبد الغني، اللهم صل عليه، مجدي عبد الغني حلو، والربيع ياسين فاضي خالص، ربيع ماشي ولعبها عند جمال، عند الخطيب، الخطيب حلوه ربيع ياسين، والله اهي 39 دقيقة باقي 6 دقايق على انتهاء الشوط الأول، والنتيجة تعادل 0-0. ربيع ياسين هيرمي الأوت، خطيب لربيع صغيرة،
خطر، عزيز بودربالة هناك في اليمين خطر، وكريمو بيجري له، خدوها منه. واو، ثاني لسه في الملعب. مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني، مجدي عبد الغني. كويس، اشرف قاسم، اشرف قاسم طويله قدام، بياخدها فريق المغرب ويخش لمريس، وتفوت هناك لخليفه من الباك الشمال لمريس، للباك اليمين خليفه، الى نمره 8، الى 6 ظلمي، ظلمي، ظلمي على يمينه، وترجع لظلمي ثاني. الاربعه البياز، البياز تروح منه، ياخدها طاهر ابو زيد، امشي يا طاهر، امشي يا طاهر، وده حلو قوي لعلي شحاته، وعلي شحاته بيرجعها لطاهر، لعلي شحاته تاني. يلا يا ولاد، يلا يا ابطال. كورنر، 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 برافو يا علي شحاته، برافو يا علي شحاته، برافو يا طاهر. يا طاهر سيبت سفاي، ما هوش عايم، انا مش عاوز لعيبتنا تكلم الحكم حدا. الخطيب داخل هناك، ومصطفى عبده رايح للكورنر، شوطه بيمين، ومصطفى عبده من حودته كده اهو. طاهر ابو زيد هناك، اللي قريب منه واحد تيد الزكي على طول. مع المغرب الكرة، وراح لكريمو نمرة 9، كريمو لعبها لعزيز بودربالة إلى خليفة، طويلة عند الزكي بيلعبها كريمو، كريمو لزكي. على مهلك، على مهلك محمد عمر، محمد عمر، محمد عمر، ماشي محمد عمر، لا مصطفى عبده ما ياخدهاش، دكارة فاول، اوت بتاعتنا، بيودي شوف الاوت فين، بيضيع، ضيع في وقت، مزنوق بو يحياوي، مزنوق. فاضل 3 دقايق على انتهاء الشوط الاول، ولا زالت النتيجة 0-0. علي شحاتة، مصطفى عبده، علي شحاتة تاني، مصطفى عبده، علي شحاتة هيلعبها بره، لا ياخدها الزكي، جمال عبد الحميد كان رايح يقطعها من الباك ما بيتش، جمال عبد الحميد وياه، الزكي هتطلع بره، بتاعت مصر، بتاعت علي شحاتة بالذات، علي شحاتة لعبها أوام إلى حمادة صدقي، حمادة صدقي لمجدي عبد الغني لطاهر، طاهر ابو زيد الى علي شحاته تاني، وعلي شحاته لمصطفى عبده، لا فاول اكيد، ومصطفى عبده قاعد في الارض، ودوكا ماسك رجليه، ليه؟ ليه؟ لا كان الفاول اكيد، عزيز بودربالة اديها الى خيري، وخيري بيجري له عزيز ما ادالوش، والدوارة هيجري له، وطاهر ابو زيد بو يحياوي، بو يحياوي يدي ورا، يدي ورا، كريمو هناك اوف سايد، لو اداله كريمو اوف سايد، كريمو اوف سايد اهو، اتغطى كريمو، اتغطى مجدي عبد الغني لمصطفى عبده، مصطفى عبده لعبها من وراه ما يلحقهاش، ما يلحقهاش، دوك اقرب، دوك اقرب فعلا، نمره 5 بو يحياوي اقرب، انا عارف مجدي عبد الغني. علي شحاته حاسب يا اشرف، حلوه طايره ابو زيد، مجدي عبد الغني تروح، عزيز بودربالة فاول عليه، فاول على عزيز، طاهر اشرف بياخدها، الديفنس يرجع للزكي. 44 دقيقة، فاضل دقيقة على انتهاء الشوط الأول، ولا زالت النتيجة 1-1، 0-0. حاسب، حاسب، حاسب كويس أوي. ربيع ياسين هياخدها، ياخدها، خدها ربيع، ولف لفة حلوة، سامع الجمهور بيقول له إيه؟ أشرف عاصم، ربيع ياسين، ماشي ربيع، ماشي ربيع، ماشي ربيع، ماشي لسه، لسه ماشي، بالشنكل، بالشنكل، وفاول 1000% بيقومه خليفة الباك اليمين، شنكل
ربيع سيم جدا. مصر قلت لكم فازت بالكاس ده 57 59 والثانيه سنه 62 والثالثه 63 والثالثه 70 والثالثه 74 الرابعه سنه 76 و80 و84 اشتركت مصر 9 مرات في النهائيات، ما اشتركتش المغرب الا 4 مرات بس، احنا 9 مرات اتلعبت وبا ياي في القائم، في القائم للمره الثانيه في القائم ياي في اخر ثانيه في الشوط الاولاني مصطفى عبده. معلش معلش احنا بنلعب في الوقت الضائع بتاع الشوط الاولاني. فات دقيقه على ساعتي انا من الوقت الضائع، بتتلعب طويله لعب طويله، بياخدها عزيز بودربالا ويمشي 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 ويمشي، بياخدها منه فريق مصر، مدي فاول على مصر، مدي فاول على حماده صدقي. المغرب فازت بالبطولة سنة 76 وطلعت المركز الثالث سنة 80، المركز الخامس 78، لسه عزيز بودربالا دخلوا 2 يشوفوا. هيقوم طبعا المجموعتين، مصر فازت على السنغال، السنغال فازت على مصر 1-0، ومصر فازت على ساحل العاجل 2-0، وفازت على موزمبيق 2-0. الفاول قام عزيزه هيلعبها، بيده عزيزه ركبته باينه، واتلعب الطويله بيطلعها علي شحاته. يلا يا علي يلا يا علي يلا يا علي يلا يا علي، علي شحاته اداها الى وصفر الحكم، وانتهى الشوط الاول بالتعادل 0-0 بين مصر وبين المغرب. وطبعا سيداتي انساتي سادتي، الان استراحة قصيرة ونعود لننقل. في المباراة قبل النهائية بين مصر والمغرب كانت نتيجة الشوط الأول التعادل 0-0. مصر غيرت الخطيب ونزل بداله طارق يحيى، طارق يحيى نزل بدل الخطيب، والكرة مع المغرب. على شمالك دلوقتي المغرب، عزيز بودربالا بيلعبها طويلة قدام لكريمو، بياخدها محمد عمر طويلة قدام ترجع للزكي، الزكي مجدي عبد الغني، سيداتي انساتي سادتي مرة أخرى في استاد القاهرة مع المئة ألف متفرج اللي هنا والملايين اللي معانا في التلفزيون وفي الإذاعة. النتيجة لا زالت 0-0، وبدأنا بقالنا دقيقة و دقيقتين، والخطيب ما بيلعبش تاني هاف تايم ونزل بداله طارق يحيى. الكورة مع المغرب اللي بتلعب على شمالك باللبس الأحمر، وبينقلوها مرتين ثلاثة، بترجع تروح الى ربيع ياسين ياخدها بره اوت. ها
علي شحاته بيرمي الاوت وهاتوا خد. مجدي عبد الغني طويله لعبه مجدي بيجري طارق يحيى اللي نزل بدل الخطيب بيشترك في لاعب نزل برضه نمره 13 من فريق ال 13 عبد الفتاح هنعرف نزل بدل مين. كرة مع خليفة نمرة 2 خليفة بيرجعها للزكي مع جمال عبد الحميد. الوقت الفراودة بتاعت مصر مصطفى عبده وطارق يحيى وجمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد راس حربة وطارق يحيى شمال ومصطفى عبده يمين. أشرف عاصم بيخش. خيري خرج وبيلعب بداله عبد الفتاح من يبقى تغيير حصل للمغرب وتغيير لمصر. طارق يحيى بدل الخطيب وعبد الفتاح بدل خيري. تعرفين اللايحة بتقول له تغييرين كل فريق. ثابت البطل ربيع ياسين محمد عمر حماده صدقي راحت. حماده صدقي طويله لطارق يحيى بره اوت. خليفه لسه ما لعبش الاوت لسه. كل واحد ماسك واحد. ربيع ياسين مع عبد الفتاح اللي نزل بيديها الى نمرة 20 طبعا فضيلي. تاني ربيع ياسين بياخدها ومشي. طاهر ابو زيد على يمينه مش لحد ياخدها تاني. اشرف الى مجدي عبد الغني الى اشرف قاسم طويلة بترجع. مجدي عبد الغني بيزق لكن الحكم قريب وكرة عمالة تعلى بين دول ودول. كل كرة عليها طايرة بزيت طويلة لا طويلة مش لحد طويلة. الزكي طويلة لعبة الزكي. ربيع ياسين بياخدها ويرقص عزيز بودربالة ويلعبها مش لحد. طاهر بعيد وجمال عبد الحميد بعيد بياخدها عزيز بودربالة ويمشي بياخدها منه. مجدي عبد الغني يديها لطاهر. طارق ثاني جمال مصطفى عبده هيرفع والرفعة طويلة بره او طويلة. بعد 5 دقايق الشوط الثاني ولا زالت النتيجة التعادل 0-0. الزكي طويلة لبعد السنتر لا طولت من علي يروحها لكريمو. هاتوا خد خطر برا كورنر مديها الحكم كورنر. كورنر من ناحية الشمال لمريس وسليماني وعزيز بودربالة هو بالركبة قدامه مصطفى عبده لعبها طويلة فاول في صالح مصر. جاب لثابت
ثابت البطل. لسه بره اوت. رجع التاني مصطفى عبده. ترجع ترجع خدها فريق المغرب. سليماني طويلة قدام. حاسب يا عمر، حاسب يا عمر الى ثابت البطل. على شماله ربيع ياسين فاضي، ما ادالوش وهيشوط. شاط طويلة قدام. اشرف قاسم بينط ياخدها نمرة 20 فضيلي. ترجع لمحمد عمر. محمد عمر طويلة قدام، طويلة بره اوت، بره اوت من مصر. مصفر ومدي فاول للحكم على فات 7 دقايق من الشوط، 8 دقايق هتبقى اهي من الشوط الثاني، والنتيجة التعادل اهي 8 دقايق اهي على الشاشة، والتعادل 0-0. ربيع ياسين هيلعب الفاول. طارق يحيى جنبه، اشرف قاسم، طارق يحيى، طارق يحيى لعبها بالعرض، طارق لعبها بالعرض. يلا مصطفى يلا. لا لا خلاص راح، راحت الفرصة. عزيز بودربالا بيقع، اي لمسة طبعا عزيز بودربالا يقع ويعمل ايديه على وشه زي ما انت شايف. طبعا معلش، طبعا مصر كسبت الكاس ده 57-59، اثيوبيا 62، غانا 63، غانا 65، الكونغو 68، السودان 70، الكونغو 72، زائير 74، المغرب كسبته نوبه واحده 76، غانا 78، نيجيريا 80، غانا 82، الكاميرون 84. طبعا البطوله اللي جايه سنه 88 هتكون في زامبيا، وسنه 90 هتكون في الجزائر. ودول زملائنا المذيعين اللي بينقلوا على القمر الصناعي لجميع الفرق. ولسه عزيز بودربالا في الارض وبيتعالج، وادي انتم شايفين زملائنا المذيعين كلهم اللي بيذيعوا. طبعا كرم الضيافه مدين احنا كل الكباين الاماميه للساده الضيوف، واحنا قاعدين فوق. قام عزيز ماسك قرطو. عزيز خلاص قام عزيز اهو، حاطط ايده على وشه زي ما انت شايف. مع قطنا ربيع ياسين وكريمو. عاود بتاعت ربيع ياسين من عبد الفتاح اللي نزل جديد. طارق يحيى، ربيع ياسين، طارق يحيى، ماشي طارق يحيى ماشي، ولعبها في النص. بترجع بترجع، انما بيسحب طارق يحيى وبيلعبها في النص سريع. علي شحاته، علي شحاته بتتلعب ورا علي شحاته. حماده صدقي، حماده صدقي بيغطي. فاول من كريمو. كريمو ان شاء الله سليمة. طبعا الاحتياطي بتوع مصر انتوا عارفين نزل واحد اللي هو طارق يحيى، لكن لسه احمد شوبير واحمد رمزي وعلاء ميهوب ومحمد حازم. طبعا المدرب مايكل سميث وشحته وطه بصري وحسن مختار. اما المغرب فميداني عبد الفتاح وحسينه وبوكندي وعبد الفتاح نزل، وفاضل سهيل محمد، وبيمرنهم جوزيه فاريا البرازيلي. قام الحمد لله اللاعب. يا احمد
فات 12 دقيقة من الشوط الثاني ولا زالت النتيجة التعادل 0-0. تفوت وترجع لمصطفى عبده يطلعها الباك ياخدها ثاني فريق المغرب وهيرجع لزيكو الزاكي الزاكي طويلة قدام بتنط وراحة لكريمو طويل كريمو ياخدها حمادة صدقي ويمشي ويمشي ادي واحد ادي واحد ادي واحد ادي واحد طارق يحيى وحمادة صدقي ترجع ارجع يا حمادة محمد عمر ما يلحقهاش ما تلحقهاش ما تلحقهاش ما تعوضش نفسك ما تلحقهاش ربيع ياسين ما تلحقهاش نمرة اثنين خليفة خليفة بيرجع ورا نمرة أربعة البياز بتطلع برا لعبة البياز أو هياخدها ربيع ياسين ربيع ياسين طارق يحيى هوشه ومشي وخدها مجدي عبد الغني وتاني بترور طارق يحيى طارق يحيى ترجع برا اوت بتاعت المغرب بيرجع خليفه ورا شويه ما رجعش واتلعبت العزيز بودربالة سليم اهو اوت عزيز بودربالة هيرمي الاوت رماها اوام اوام بياخدها اشرف قاسم وياخدها ستة ظلمي اوت اشرف ما تديش ثابت في واحد هناك كريم واقف هناك عزيز بودربالة بيلعبها حمادة مجدي عبد الغني اوف سايد كريمو كريمو اوف سايد لازالت النتيجة 0-0 مصر كانت مسيطرة اول هاف تايم جدا بس ما فيش اجوال لعبة طويلة بترجع هياخدها اشرف قاسم شوت بقى شوت بقى يا 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 بتيجي نمرة اربعة البياز ترجع تاني وهيقع في الارض اللاعب معرفش شاط الارض ولا حصل ايه انا بس اما نشوف اللعبة دي هتحصل فيها ايه داخل علي شحاتة وطارق يحيى بيحلق ومجدي عبد الغني طلع كرة بره في واحد واقع من مصر في واقع من مصر مصطفى عبده مصطفى عبده طويلة طويلة مصطفى عبده يجيب منها كورنر خدها اللاعب ومشي عزيز بودربالة بيستلمها يستلمها قام اللاعب للطاهر طاهر ابو زيد قام الحمد لله كان قاعد في الارض خش عليه خش عليه بيزق خش قبل ما يشوط بيرجع تاني بيخلق الباك اليمين خليفه 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 بيرجعها ورا لبو يحيى والبياز البياز بيمشي طارق يحيى بيخش عليه يلعبها البياز الى بو يحيى الى فضيلي وفضيلي الى الزكي لسه ما فيش جوال كرة ايه كرة جوال راحت مننا فرص كتير اول هاف تايم مجدي ربيع ياسين واشرف قاسم بتتلعب من ورا علي شحاتة علي شحاتة علي شحاتة خدها منه ودخل بيها الاوت اوت بتاعت علي شحاتة من سليماني نمرة اربعة من مصر بيغير بيسخن علاء ميهوب انا شايفه بيستعد علاء ميهوب هينزل لسه بيسخن ويدلك ويعمل ثاني كريمو
وطلع له خليفة. خليفة حوشه هو تسيب الكرة تروح اوت، خدها منه. برافو، اوعى تدي الجول، اوعى تدي الجول، بس طويلة صح. جمال عبد الحميد، جمال الى مجدي، الى مصطفى عبده، الى مجدي عبد الغني تاني. يلا يا مجدي، مجدي فاتت لطارق يحيى، شوط مشي طارق، خدها منه، خدها منه، خدها من طارق. برافو ربيع ياسين، امشي. الفاول اداه على ربيع ياسين من الاول، بيتحاش ربيع كريمو، فاول في صالح كريمو. علاء ميهو بيسخن، علاء ميهو التغيير الثاني لمصر على ساعتي انا. فات 17 دقيقة من الشوط الثاني ولا زالت النتيجة التعادل 0-0. خليفة، خليفة بيرجع ورا من نص الملعب للزكي. ثاني الباك الشمال لمريز بيرجع للزكي. الزكي بيشوط طويلة هناك في النص. علي شحاتة وعزيز، عزيز ودربالة بياخدها ويخش ويلعبها طويلة عند خليفة، طويلة عند خليفة، طويلة عند خليفة، بره اوت بتاعت مصر. خليفة نمرة اتنين ده ملحقهاش، اللي انت شايف كان بيجري وراه. ربيع ياسين ماسك كورة، في لاعب من مصر واقع. عماد صدقي، عمادة عادة ما يقعدش في الأرض إلا إذا كان في حاجة، إن شاء الله يبقى سليم بإذن الله. الدكتور خطاب رايح له. طارق يحيى بيكلم الخطيب و على اللاين و قام حماده صدقي، بس انا شايفه ماسك رجله، ده عالم الدوره. دكتور خطاب طالع اهو، طالع اهو لسه بيتألم. حماده صدقي بيزك على رجله اليمين، ان شاء الله تكون سليمه، لان علاء ميهوب كان بيجهز عشان ينزل بدل واحد، فهيستنوا لازم شويه اما يشوفوا حماده صدقي هيعمل ايه. مجدي عبد الغني، طويله لعبه مجدي اوام، طويله قدام عند جمال عبد الحميد، ياخدها خليفه الباك اليمين ويرجعها للزكي. جول المغرب، الظاهر حماده صدقي طلب ركبه، لان شحت انا شايفه بيجيب ركبه. نمره 13 على الفتاه خدها اهو، 13 خليف خش عليه، ما تخليش يشوط ولا عبد الفتاح يشوط. برافو، برافو، بره اوت، برافو. الاوت من مصر، خليفه اللي هيرميها. اول هاف تايم كانت مصر هجمه اكتر من دلوقتي. نمره 20 فاضلي، بره طارق يحيى، طارق يحيى، خليفه، خليفه بيحلق، بيحلق. عزيز بودربالا الباك الشمال لمريس، لحقها لمريس، لحقها وهات وخد، بيرجعها ورا، بيرجعها ورا. هما ماسكين كوره شويه تاني هاف تايم غير اول هاف تايم خالص. اول هاف تايم كانوا ورا باستمرار ومصر هي اللي ماسكه الكوره على طول،
في صالح مصر، صالح مصر. اتلعبت اوام. لسه طويلة قدام عند مصطفى عبده، مصطفى عبده في النص بياخدها نمرة اربعة البياز ويلعبها لورا، هياخدها فريق مصر. طارق يحيى، ربيع ياسين هيحلها، هيلحقها، هيلحقها بره اوت بتاعت ربيع ياسين. طارق يحيى، طارق يحيى و طاهر ابو زيد، يقع طاهر ابو زيد اهو يقوم سليم ان شاء الله. فات 23 دقيقة ولا زالت النتيجة التعادل 0-0 بين مصر والمغرب في الدور قبل النهائي في بطولة افريقيا ال 15. طبعا اللي بيغلب بياخد كاس، وفي كاس المرحوم مراد فهمي للخلق الرياضي. طارق يحيى، طارق يحيى بيمشي من فضيلي وبره اوت. ربيع ياسين حيرمي الاوت. طارق يحيى ادي الاوان يا ربيع، اديله يخص عليك اهو، ما فاضي من الاول رفعها بس بيطلعها. ثاني ثاني بهجمة مصر، مجدي مصطفى عبده، مصطفى عبده مشي مصطفى وفاول، فاول لملعب حميد ومصطفى، لملعب حميد وفاول احسن من كورنر كتير، وبيرجعهم كوباي الحكم اللي من اثيوبيا عنده 54 سنة، 44 سنة هوبا. يا 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 54 ماتش دولي لاعب سفاي، عنده 42 سنة ولاعب 54 ماتش دولي. ربيع ياسين، ربيع ياسين وعزيز بودربالا وكرومي، ما تسيبوش يا ربيع. الله، خطر جدا، خطر جدا، برا 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 برا. عزيز بودربالا مشي اول نوبة يمشي من الدفاع ويشوط، اول مرة يمشي من الدفاع ويشوط شوطة حلوة جنب الخشبة وخطرة وفي مكان صعب، وكل واحد في الملعب مسك نفسه. اشرف قاسم لا ما يلحقهاش، صعب يا اوت بتاعت مصر. طاهر ابو زيد، اوت اوت مش كورة فعلا، هي اوت فعلا مش كورة. طارق هيسيبها لربيع ياسين، لعبوها طويلة هناك بترجع. أشرف قاسم بره أوي. الزكي الجمهور بيصفر إنه مسكها بره تبقى هاند بول، إنما الحكم هو اللي شايف أكتر وقريب، بيزق بيزق بيزقه مرتين. نمرة 13 عبد الفتاح. ربيع ياسين إلى محمد عمر إلى حمادة صدقي، مجدي عبد الغني، فاول في صالح مصر طبعا. اشرف قاسم بيعطلوا اللعبه، شوف واحد بيجي يقف قدام اللعبه ويجي قدام. نمره خمسه، خمسه
محمد عمر تصد وترجع تاني حلوة قوي بدماغه تريحة حلوة من حمادة صدقي وطاهر ابو زيد خطر خطر تاني عزيز بودربالة دلوقتي بيلعب قدام مش اوف سايد مسكها ثابت على العمود تاني هاف تايم عزيز بودربالة متقدم اكتر وبيحاول يطلع لقدام قبل كان بيلعب اول هاف تايم في نص الملعب مصطفى عبده مصطفى عبده اشرف جمال عبد الحميد وطارق يحيى جمال عبد الحميد لسه عاوز يديها لطارق رجعها ولا ربيع ياسين وربيع ياسين لاشرف واشرف طارق يحيى اوفر وصدها الزكي على مرتين محمد عمر علي شحاتة مصطفى عبدو علي شحاتة تاني مجدي عبد الغني ده طارق يحيى كورنر برافو يا طارق معلش طارق يحيى كورنر سابها لمصطفى عبده جا مصطفى عبده يلعبها بشمال لعبه صغيره لطارق يحيى اللي هيلعب اوفر حد يلعب بدماغه هوبا بره جنب الخشب محمد عمر هو اللي بيطلع في الكورنر انتوا عارفين الزكي باقي 16 دقيقة على انتهاء الشوط الأول الثاني وانتهاء الوقت الأصلي وانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتلعب اكسترا تايم ماشي عزيز وبيلعبها في النص بيرجعها كويس امسك حلوة جميلة جميلة طارق يحيى خليفة وياه بتروح فاول على خليفة اهو طارق يحيى عايم اهو شوف اهو 29 دقيقة يعني 30 دقيقة فاضل ربع ساعة على انتهاء الشوط الثاني والوقت الأصلي في المباراة إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل هيلعبوا وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين إذا انتهى أيضا بالتعادل تؤخذ ضربات الجزاء المرجحة طويلة هيحاول جمال بره أوي بره أوي كل ما حد يجيب لزكي الكورة يبعدها رايح له كفاية كل ما حد يجيب له الكورة يبعدها كفاية بيكلم الحارس بيقول له كل الكورة ما تجيلك ما ترجعهاش مرة بيحذره جمهور اللي ورا الجول زعلان من الزكي اللي بيراجع الكوره لكن دي مش اصول سيبوا الحكم هو اللي يحذره وانتوا مالكوش دعوه ما تتدخلوش ابدا الحكم هيمشي اللعب الجمهور كان زعلان من الزكي لكن ده مش تمام الزكي ملوش دعوة الزكي بيكلم تفاي تفاي بيقول له انا شفت انت حركته انا مسؤول العب وهو
طويلة قدام. أشرف قاسم تتلعب، كريمو حلوة، مجدي عبد الغني. هات وخد على مهلك، على مهلك. أشرف طويلة قدام، في إيد الجول، في إيد الجول. اتضرب داخل منطقة الجزاء قطعًا قطعًا، مضروب، الحكم قال يلعب، لؤي الشنكل داخل منطقة الجزاء قطعًا. أشرف قاسم اطلع يا جمال من الأوفسايد، أهو طلع من الأوفسايد فعلًا. فاول تاني لصالح جمال عبد الحميد، تاني لصالح جمال عبد الحميد. هينزل، هيدي انذار، هيدي انذار كريمو وابو يحيى وكلهم ملمومين عليه، هيدي انذار للبياس. بيندهلوا اهو البياس، نمرة ستة، نمرة أربعة البياس، انذار للبياس لأنه مرتين شنكل جمال عبد الحميد داخل المنطقة وما اتحسبتش وبعديها بثانية بره، فانذره. باقي 12 دقيقة على انتهاء الوقت الأصلي من المباراة. طاهر أبو زيد هيشوط، وفي حيطة، الحيطة من خمسة وادي اربعة وادي واحد، يبقوا خمس، عشرة، والجول. يبقى الحداشر نفر اللي انت عديتهم لابسين احمر كل ورا، الحداشر نفر كل ورا. طاهر ابو زيد شاط، الشمال ياخدها فريق مصر، في فاول في صالح المغرب. باقي 10 دقائق، مصر 1 المغرب 0، والنتيجة اهي ايجيبت 1 موروكو 0. هيعملوا نفرهات عزيز بودربالة بيعد هو وبيقول للحكم. طويلة فوق الخشبة، ادي الحيطه تاني وادي الجول، والعشر تنفر ورا، وطاهر ابو زيد بيحط على شمال الجول جوه 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 جوه. يخش يخش دخل بيها الاول، خليل عبد الفتاح اللي نزل بدل خيري دخل بيها الاول. ربيع ياسين جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد، ياي شوطه حلوه وصلته حلوه. جمال عبد الحميد مجهود فردي طلع وشاف الزكي
مصطفى عبده ربيع ياسين وثابت ربيع ياسين بيرقص ويمشي يمشي يمشي ويلعبها طويلة قدام برا عود ظلمي ربيع ياسين مع فتاح ربيع ياسين مع فتاح بتتاخد تاني خليفة قدام خطرة اطلع طلع 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 برا اوت 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 لسه كرة ما جاتش ثابت البطل ثابت البطل ثابت البطل حمادة صدقي طويلة لعبة حمادة جمال عبد الحميد دار يحيى فرضاً فرضاً ياي يحيى عبد الكورنر واللعبة دبل كيك خش عليه ما تخليش يلعبها كويس جمال عبد الحميد جمال يا خبر ابيض يا خبر ابيض على الجول اللي راح ده يا خبر ابيض حظ وحش قوي الجول اللي فات ده كان غطى الجول طويله قدام بيلعبها حماده الصدقي يرجع ورا جمال عبد الحميد ياخدها ويديها لطارق طارق بره اوت بتاعت ربيع ياسين طارق يحيى وربيع ياسين وربيع ياسين هناك عند مصطفى بترجع تاني يلا جمال يلا بتقع من ايد الجول والفولو مفيش ماتشورزة مجدي عبد الغني فضل خمس دقايق ربيع ياسين ليه يا ربيع ليه بره اوت بتاعت ربيع عزيز رايحين يكلموا اللاينمان مجدي عبد الغني ورا لثابت البطل طويلة لعبة ثابت تطلع من فوق دماغه على مالك يا مصطفى لسه بقى حلوة حلوة عاود بتتلعب للزكي باقي اربع دقايق ثلاث دقايق ونص ومصر واحد والمغرب صفر واللي جاب الجول طاهر ابو زيد الكرة مع الزكي كرة مع عزيز بودربالة لمريس اشرف قاسم بيفوت فاول عزيز بودربالة بيضربه بيزقه
عزيز بوربيتالا بعد الكرة راح زقه حكم قريب لملعب حميد. ثابت البطل انسد خليفة جمال عبد الحميد بياخدها جمال عبد الحميد جمال عبد الحميد وأشرف قاسم فاول 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 على عبد الفتاح باقي دقيقتين على انتهاء المباراة ومصر 1 والمغرب 0 مجدي عبد الغني بيرجع ورا خالص لثابت البطل باقي دقيقة ونص على انتهاء المباراة ثابت البطل يمسك الكرة ويلعبها طويلة قدام في تغيير طاهر ابو زيد كان بره عاوز ينزل امسك 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 العب لعبها طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد لسه ما نزلش لسه ما نزلش طاهر متعور بره لسه ما نزلش بيقول له انزل نزل طاهر ابو زيد اهو والوقت الاصلي فاتيله ثواني 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 طبيعي ياسين طبيعي ياسين بيرجع 13 خليفة حلوة أشرف قاسم طارق يحيى اديه طارق يحيى طارق يحيى طارق يحيى وخليفة طارق يحيى وخليفة خليفة بيرجعها الوقت الأصلي خلص خلص أهو 45 دقيقة خلص جمال عبد الحميد أشرف صفر الحكم الاثيوبي وفازت مصر على المغرب 1-0 1-0 ورايحين بتوع المغرب بيضربوا الصفاي بيضربوا الصفاي بيضربوا الصفاي بيضربوا الصفاي بتوع المغرب الشرطة نزلت 1-0 ومصر بكده تلعب النهائي